ايه نسبة نجاحه؟ 70%. يعني كل 100 مريض بنعمل له حقن جذور الاعصاب اللي هو مش حقنة الكورتيزون سيئة السمعة، كل 100 مريض تمام 70 بيرتاحوا، في 30 ما بيرتاحوش. ما بنبقاش عارفين طبعا مسبقا مين ال 70 ومين ال 30. طيب الناس اللي عملت جراحة الغضروف وجالها تليفات والصاقات، هل برضه هعمل لها حقن جذور الاعصاب؟ هنعمله لها ولكن بالقسطرة، باستخدام قسطرة راجز.